المغتربين الشغالين في السعودية وحاسين بأن الوضع ممكن يتحسن، تعالوا لي بي جاي عايزكم في كلام. والناس الناوية لسه تجي السعودية عشان تشتغل وتكون حياتها وتحقق آمالها، تعالوا عندي لكم كلام سر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا عبد المجيد ودي جرعة وعي. في الثلاث سنين اللي فاتت اتعرضت أسعار النفط العالمية لهبوط حاد جدا للأسباب الآتية. الأول، دخول أساليب جديدة في إنتاج النفط المسمى النفط الصخري. السبب الثاني هو تقليل اعتماد الدول المستهلكة للنفط واتجاهها للطاقة البديلة. السبب الثالث هو دخول مصدرين جدد زي إيران في سوق النفط العالمي. كل الأسباب اللي ذكرناها دي خلت سعر البرميل من النفط لا يتجاوز $50 بأي حال من الأحوال. الموضوع ده حيأثر تأثير كبير جدا جدا على دولة زي السعودية، أكثر من 80% من إنتاجها هو نفطي خالص. الموضوع ده بالذات هو خلى الحكومة السعودية تبادر إلى إعلان خطة اقتصادية سميت رؤية المملكة 2030 الهادفة لتقليل الاعتماد على النفط كمورد للدخل. رؤية المملكة 2030 كانت خطة أعلنها الأمير محمد بن سلمان وبتعتمد على مجموعة ثلاث عناصر، لكن المهم فيها بالنسبة لنا عنصرين فقط. الأول، برنامج تحقيق التوازن المالي للإيرادات والمنصرفات بحلول العام 2020 من خلال تقليل المنصرفات وزيادة الواردات غير النفطية. الحاجة دي هتتحدد من خلال رفع الدعم عن أسعار المياه والكهرباء والوقود في السوق السعودي، ومن خلال فرض ضرائب على المنتجات الضارة وضريبة القيمة المضافة. والموضوع الصعب والكان بيأثر على مجموعة كبيرة من المقيمين على أراضي السعودية هو فرض رسوم على مرافقي المقيمين في المملكة العربية السعودية. الرسوم بتبدأ من 100 ريال شهريا في عام 2017 وبتتصاعد تدريجيا لحد ما تحصل 400 ريال شهريا في العام 2020. البرنامج الثاني المهم هو برنامج التحول الوطني 2020، الذي يهدف إلى إحلال العمالة الوطنية في السوق السعودي من خلال التدريب والتوطين للعمالة الوطنية في قطاعات محددة زي الاتصالات وغيرها. الأمر الآخر هو فرض رسوم على المخدمين مقابل العمالة الوافدة تبدأ من 300 ريال شهريا وتصل لحد 800 ريال سعودي شهريا في العام 2020. الموضوع ده بالذات حيخلي المخدم يفضل العمالة الوطنية على العمالة الأجنبية لأنها ببساطة أوفر. بما أن العمالة الوافدة حيكون عليها عبء مالي كبير جدا جدا، من معيشة حتكون غالية جدا ومن رسوم حتندفع مقابل الأسرة، فستضطر إنها تطلب أجر زيادة. دي برضو نقطة حتكون في صالح المواطن اللي حيكون عنده حساب المواطن اللي هو دعم مباشر بيلقاه من الدولة. مما سبق يتضح لنا بصورة قطعية إنه الاقتصاد السعودي في طريقه الحتمي للتخلص من العمالة الأجنبية أو تقليله بحد كبير. والناس العشمانة إنه الوضع ده ممكن يتصلح أو إنها ممكن تمتص الصدمة دي، المفروض تفتش طرق تانية للحل، لسبب إنه الاستراتيجية القومية دي عمرها 13 سنة، فلن يغيرها السعوديون في خلال سنة أو سنتين أو ثلاث. والناس الحاسين بأنه القرارات دي ظالمة أو جائرة في عقهم المفروض يفكروا تاني، لسبب مهم جدا جدا، إنه نفس الناس دي كانوا حيكونوا مرحبين بالقرارات دي لو كانت في صالحهم وفي بلدانهم مقابل العمالة الأجنبية المقيمة على أرضهم. تابعونا الحلقة الجاية عشان نفتش حلول مع بعض للأزمة اللي حيقعوا فيها جميع الوافدين المقيمين في السعودية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك سبسكرايب شير، وجزاكم الله خيرا. لا غيبتك كانت مرضية، لا غيبتك كانت مرضية، ونفورتك كانت مبلوية.